بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 127. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: أنا أعمل في الصباح في وظيفة، وبعد العصر أذهب إلى المعارض للرزق، وشاهدت عند الذين يبيعون السيارات ويشترونها أمور غير طيبة وفي بيعهم وشرائهم للسيارات، ومن ذلك النجش، فهل يجوز لي أن أتعامل في مثل هذه البيوع في معارض السيارات وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البيع والشراء في السيارات وفي غيرها يجب أن يكون قائما على الصدق والأمانة وعدم الغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والنجش هو أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يزيد فيها ليرفعها على الآخرين الذين يريدون شراءها. هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الخيانة والخديعة والغش وغير ذلك. فهذا التعامل الذي يقوم على النجش والكذب تعامل محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف التجار بأنهم هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى الله وبر وصدق. فيجب على الذي يبيع ويشتري السيارات وفي غيرها أن يلزم الصدق والأمانة، ولا يغش ولا يخدع ولا يحتال على إخوانه، إن أموالهم حرام عليه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يحل أخذ شيء من ماله إلا إما بطيبة من نفسه، هبة أو عطية أو تبرع، وإما بمعاملة صحيحة صادقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الواجب على المسلم أن يتقي الله، وأنت إذا اطلعت على شيء من هذه الأمور عليك أن تناصحهم وأن تخوفهم بالله، ولا تدخل معهم في هذه المعاملات المحرمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ طالب يقول: أيهما أولى في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ نعم، هذه الآية نزلت في قوم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا هذه الدعوة، وهم من الأعراب يعني البادية. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم الإيمان والتزكية، زكوا أنفسهم، مدحوها بما ليس فيهم، لأن قولهم آمنا يقتضي أن إيمانهم إيمان كامل، وهذا تزكية للنفس. قال الله جل وعلا: ولكن قولوا أسلمنا. والإسلام أول مراتب الدخول في الدين، والإيمان فوقه وبعده، فهم ادعوا مرتبة لم يصلوا إليها. عندهم إيمان ضعيف وهم أسلموا، ويرجى أن يزيد إيمانهم بما بعد قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة لما تدل على أنه سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلا، لكنهم استعجلوا قبل ذلك، فهذا فيه النهي عن تزكية النفس ومدحها بما ليس فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو إبراهيم: إذا اكتشف الإنسان بثوبه قبل الصلاة دم يسير ثم صلى، هل يعيد الصلاة بعد ذلك؟ إذا نسي النجاسة التي على ثوبه من دم أو غيره، نسيها وصلى، الصحيح أنه لا إعادة عليه، أن صلاته صحيحة. أو
قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، صلاته صحيحة لكن يغسل الدم للمستقبل. نعم. يسأل عن سورة الكهف فضيلة الشيخ صالح، هل تقرأ يقول يوم الجمعة في أول النهار أم في آخره؟ وإذا قرأ جزءا من السورة هل يكفي؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت فيها أحاديث وإن لم تكن قوية، لكن قالوا يعضد بعضها بعضا فتدل على استحباب قراءة السورة في هذا اليوم، ولم يعين وقت معين من اليوم، المهم أن يقرأها في يوم الجمعة في أولها أو في وسطه أو في آخره، ولا تكفي قراءة بعض السورة، لأن من قرأ بعضها لا يقال إنه قرأ سورة الكهف، إنما يقال قرأ بعض السورة. من عفيف السائل أبو عاطف يقول فضيلة الشيخ، البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، ما معنى هذا؟ معناه واضح، أنه إذا بيع البر بالبر الشعير بالشعير فإنه يجب فيه أمران، الأمر الأول التساوي في المقدار، والأمر الثاني التقابض في المجلس، فيجتمع في هذا نوع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، فلا بد إذن من التساوي في الكيل، ولا بد أيضا من تقابض في المجلس حتى يسلم من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل رمز لاسمه بعاطف، يقول يا شيخ التلاوات والأدعية في زمننا الحاضر والتي اتصفت بنغمات الجوالات، هل هي مباحة وهل تنصحون بها؟ إدخال القرآن، إدخال آيات من القرآن أو أدعية أو نوعا من الأدعية كالقنوت وما أشبه ذلك في الجوالات بقصد التنبيه، تنبيه على المكالمة، هذا أمر يجب اجتنابه تركه، لأن هذا يستخدم الآيات لا رغبة فيها، وإنما يستخدمها لأجل تنبيه على المكالمة أو الأدعية كذلك، لا يدعو الله بها وإنما يستخدمها من أجل تنبيه على المكالمة، وهذا فيه إهانة لهذا الذكر العظيم، ويمكن وضع منبه في الجوال غير القرآن وغير الأدعية، أن يضع فيه منبها بصوت ليس فيه تقريب ولا جرس، وإنما يكون منبها له على المكالمة بدون أن يكون فيه محذور شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عاطف سؤاله الثاني يقول بالنسبة للأخذ بالأسباب، هل ينافي التوكل على الله؟ لا بد من الأمرين، لا بد من الأخذ بالأسباب النافعة ومع التوكل على الله، فلا يأخذ بالأسباب ولا يتوكل على الله ويعتمد على الأسباب، ولا يتوكل على الله ويترك الأسباب، إنما أمر الله بالجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع توكل على الله في حصول النتيجة التي يطلبها. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل علي ألف ألف الدمام يقول، بعد أن يحفظ المسلم القرآن كاملا ولله الحمد، ما نصيحة الشيخ في الكتب الشرعية التي يبدأ بها طالب العلم، التفسير أو الأحاديث أو كتب الفقه والأصول؟ إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فإنه ينضم إلى العلماء الذين يدرسون العلم في حلقات التدريس، وهم يعينون له الكتب المناسبة التي يريدون أن يسمعوها منه وأن يشرحوها له، أما أنه يأخذ كتب هو بدون يسبق أنه طلب العلم إنما يريد أن يتعلم على الكتب، فهذا غير مستساغ، لأنه قد يفهم كثيرا ما يفهم فهما خاطئا ويظن أنه على صواب، يعتمد على فهم يظن أنه على صواب، وما حصل الضلال والتفجير والتكفير في عصرنا الحاضر إلا بهذا النوع من المتعالمين الذين تركوا طلب العلم على العلماء، الدراسات النظامية والدراسات في حلق التدريس في المساجد، واكتفوا بمطالعة الكتب، تمدوا على فهمهم أو انحازوا إلى من هو مثلهم أو أشد منهم جهلا، فنشأوا على هذه الضلالات والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ سوداني يقول، يا شيخ بالنسبة للقراءات العشر، هل هي واردة وهل كانت معروفة عند الصحابة والسلف؟ نعم، قراءات العشر واردة ولها أسانيد صحيحة، تلقاها القراء مسلسلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي لا شك أنها قراءات ثابتة، وأشهرها وأثبتها القراءات السبع وتكميل العشر أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ عبد الله ألف ألف، في دفننا لميت في المقبرة قام أحد الأشخاص بتوزيع المياه الباردة مع الثلج،
على الحضور، وعندما يدخل الشخص يسلم لهذه القارورة من المياه الباردة، هل في ذلك شيء؟ هذا شيء استحدثه الناس اليوم وهو لا أصل له. ما كان الصحابة ومن جاء بعدهم ما كانوا يحملون معهم المياه إلى المقابر عند دفن الأموات، ما كانوا ونخشى أن يتطور هذا إلى أن تكون هناك صدقات عند المقابر ويكون هناك طعام يؤكل عند المقابر، فلا يفتح هذا الباب، لا يفتح هذا الباب، ومن يحتاج إلى الماء يخرج ويشرب، المياه مبذولة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عابد من جدة يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان المسافر إذا كان خارج بلده، إذا لم يأخذ برخص السفر هل يأثم؟ لا يأثم، لكن ترك الأفضل. الأفضل أن تأخذ رخص السفر من القصر رباعية في الصلاة، ومن الإفطار في نهار رمضان، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليه، هذا أفضل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الأخت منيرة من الرياض تقول: بعض النساء تستخدم الرموش الصناعية في العينين، وأيضا المناكير تضعها طلاء على أظافرها، هل تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ لا يجوز استعمال الرموش الصناعية، لأن هذا تدليس وغش، وأيضا هذا فيه عبث بالرموش الطبيعية التي خلقها الله، هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. الله خلق لها رموشا وخلق لها حواجب وجملها، هي تريد أن تغير خلق الله عز وجل، وهذا من إملاء الشيطان ومن التشبه بمن لا يبالون بالآداب الشرعية. وإذا كان هذه الرموش تستر الجلد ولا يصل الماء إلى الجلد مع الوضوء والاغتسال ما يصل، أو كذلك الطلاء على الأظافر يتجمد ويمنع وصول الماء إلى ما تحته، فإنها لا تجوز ولا تصح طهارته، لأنه بقي جزء من جلده لم يصل إليه الماء بسبب هذه الحوائل غير الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ مصطفى مقيم بالرياض يقول: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وفق ما يريده الشرع، فما حكم الغلو فيه؟ وما هي الأسس في محبة الرسول حتى تكون موافقة للسنة؟ نعم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يغلى فيها وتحدث الموالد، احتفال بالمولد من باب حب الرسول كما يقولون، هذه بدع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع، قال: إياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في مدحي وحبي كما حصل من النصارى في حق عيسى بن مريم عليه السلام، حتى اتخذوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الغلو في مدح الرسول ولا في حب الرسول، إنما يتبع المشروع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال عن الحكم الشرعي في من ينتقد أهل الخير والصلاح وينقص من شأنهم وقدرهم. هذا من النفاق، هذا شأن المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولا يجوز تنقص المؤمنين ولا ذم المسلمين، بل يجب محبتهم الثناء عليهم، وإذا رأيت نقصا على أحد تناصحه وتأمره بالمعروف تناهى عن المنكر، دون أن تتناوله بالغيبة والنميمة والتنقص والهمز واللمز. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه فسوقا نقص الإيمان. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالم، سماه ظلما وأمر بالتوبة منه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ،
الشيخ يسأل عن أواخر سورة البقرة، هل تقرأ يوميا؟ نعم، من الورد هي تقرأ عند النوم، تقرأ الصباح والمساء. نعم. بالنسبة يقول للوساوس الشيطانية التي تأتي الإنسان في دينه وصلاته وعبادته وهو صابر محتسب، هل يؤجر عليها وكيف يتخلص منها؟ لا يصبر على الوساوس، بل يرفضها ويتركها ويتعوذ بالله من شرها، لا يستمر عليها ويقول أنا أصبر عليها، لا، تعوذ بالله من شرها، هي مرض، يعالجها بذكر الله، يعالجها بالدعاء، بتلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا يقول في سؤاله الأخير، الإخلاص مطلب أساسي في جميع الأعمال، كيف يستشعر الإنسان هذا الإخلاص وكيف يطبقه في حياته؟ نعم، الإخلاص أن يخلص النية لله عز وجل، يخلص العبادة لله عز وجل، يخلص النية فلا يكون عنده رياء ولا سمعة ولا قصد لغير الله عز وجل، يخلص العمل لله فلا يدعو إلا الله، ولا يسجد ولا يركع إلا لله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله عز وجل، فيفرد الله بأنواع العبادة، هذا هو الإخلاص. نعم. الأخت أسماء تقول، يا شيخ، بالنسبة لخروج المرأة لحاجتها وجيرانها من غير إذن زوجها، هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك إلا بإذن زوجها. نعم. بعض الناس يقول السائل، شيخ، يحرم نفسه الخير فبمجرد انتهائه من الصلاة لا يأتي بالسنن الرواتب ولا يصلي على الجنائز فيخرج فورا قضاء الفريضة، هذا حرمان، يخرج إلا إذا كان له حاجة تستدعي خروجه فلا بس، أما إذا كان يخرج رغبة عن الخير وكسلا عن ذكر الله وعن الطاعة فهذا حرمان، يجب عليه أن يترك هذه العادة السيئة وأن يعود نفسه على الجلوس في المسجد والتأخر بعد الصلاة لذكر الله عز وجل، أداء الأذكار المشروعة، تهليلات، التسبيح والتحميد والتكبير، كل كلمة 33، وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك ينصرف إلى أرادنا. الأخت كذلك الجنازة، لحضرت جنازة أخوه المسلم حق عليه أن يصلي عليه وأن يدعو له ولا ينصرف ويتركه. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، تقول الأخت السائلة مرام، يشيع عند بعض الناس بأن أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، أن أرواح الأموات قد تلتقي مع أرواح الأحياء ويكون بينهما شيء من التفاهم ومن الكلام وغير ذلك، هذا شيء واقع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء.